والمزيد من التحليل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف من الدمام المحلل السياسي الدكتور عبد الرحمن الملحم. مرحبا بك دكتور في نشرة الثالثة. برأيك من قد يقدم على تنفيذ هذا الهجوم خصوصا في هذا التوقيت الوقت الذي تتزايد فيه الضغوط الأمريكية على النظام الإيراني؟ أسعد الله مساءكم بكل خير. حقيقة هو يعني هجوم ساخر وهجوم ينبأ بعودة موضوع القرصنة في كل بكل اتجاهاتها، ومهما كانت حقيقة الأصابع تشار إليه أو أي دولة حقيقة قامت بهذا الأسلوب وبهذا الهجوم بهذا التخريب، يعني مهما كانت هذه الدولة بدون مسمياتها إلا أننا نقول أن هذا العمل هو عمل خطير وعمل يعني تدينه جميع الدول وتدينه جميع المنظمات الدولية على أنه يسفر عن أشياء كثيرة المنطقة هي في قناعة عنها. ولكن دعني حقيقة أوضح شيئا واحدا ولا نقول حقيقة اتجاه معين، من هي على مستوى العالم الدولة التي قامت بتهديد ناقلات أو سفن تعبر مضيق هرمز أو في الخليج؟ لا يوجد أي تهديد آخر. أنا لا أقول الآن أن ما قامت به بالضبط وبالتحديد إيران، ولكن أقول من، هل يوجد دولة قالت بالتهديد بتهديد ناقلات أو سفن أو عابرات أو أي شيء يمر في دول الخليج بعد تضييق الخناق عليها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفرض عقوبات خصوصا العقوبات النفطية؟ لا يوجد هناك دولة هددت جميع المصالح التي تمر عبر مضيق هرمز سوى إيران. إيران هي من هددت، هي الدولة الوحيدة التي هددت أنها ستقوم بضرب أي عابرات أو اعتداء على أي عابرات في مياه الخليج، هي التي هددت وهي التي تهدد باستمرار وليست تهديدها من الآن. نعم. دكتور عبد الرحمن، بالتأكيد لا شك أن مثل هذه الممارسات هي ممارسات شبيهة بالتي تقوم بها إيران، ولكن ما دور المجتمع الدولي في مطالبات بأن المجتمع الدولي يجب أن يأخذ بمسؤولياته تجاه هذا الحادث؟ ما هي مسؤولية المجتمع الدولي أمام هذا الحادث الآن؟ سيدي الكريم، هذه حقيقة مسؤولية تتحملها المجتمع الدولي، ولا تتحملها حقيقة مسؤولية تتحملها دولة واحدة. المجتمع كله يدين هذا العمل الإرهابي، هذا العمل التخريبي، واعتقد ان زي ما ذكرت اول البدايه الحديث ان يعيدنا هذا الاذان الى موضوع قرصنه والاعتداء على حقوق الاخرين. لا توجد دوله اليوم ما ادانت هذا العمل وتقع في مسؤوليه في قالب مسؤوليه ادانه هذا العمل وتتحمل كاملا بالضبط الوقوف مع صاحبه الحق في ذلك الاعتداء الأثيم. ولا بد حقيقة أن يتحمل المجتمع الدولي كاملا هذه التصرفات الاعتدائية وهذه التصرفات الشنيعة مهما كانت حالته ومهما كان المعتدي في هذه الحالة. نعم، الدكتور عبد الرحمن الملحم المحلل السياسي كنت معنا من الدمام، شكرا جزيلا لك.